الساحة هي تعتبر من الساحات القديمة في بغداد، وأيضا يتوسطها تمثال الشاعر معروف عبد الغني الرصافي، وسميت على نسبة لهذا الشاعر. لكن ما لفت انتباهي أن هذه الشارع، هذه الساحة يوميا يمر منها مئات الناس، لا بل آلاف الناس، بها سارية علم عراقي. الصورة أمامكم وتشوفون هذه السارية وهذا العلم العراقي بهذا الوضع. يمكن أنا قبل حوالي أسبوع شفت يعني بيان للسيد رئيس الوزراء حول أنه الدوائر الرسمية يرفع بها العلم العراقي فقط، وأيضا الأماكن العامة ويكون العلم لائق. هسه اليوم المسؤولة عن هذا الموضوع أمانة بغداد، هل هذا العلم لائق؟ علم عراقي حالة يرثى إليه، والوضع مالته أيضا بالمقلوبي مسوينا، ما فات من هنا مسؤول عن هذا الموضوع. الدوائر البلدية، أمانة بغداد، إدارة أمانة بغداد جديدا مبارك لها، استلام السيد منهل الحبوبي، المهندس منهل الحبوبي أمانة بغداد. لكن اليوم المسؤولين عن هذا الموضوع كلش مهم يهتمون بهذا الموضوع، ما له داعي لا خلي علم ولا فد شيء، أحسن ما أنه خلي علم بهذا الوضع. فهي رسالة إلى المسؤولين عن هذه الموضوعة في كل الساحات الموجودة فيه العامة اللي موجود بها علم عراقي، اهتموا بالعلم العراقي. تفوت منه ناس وعشرات الناس، واليوم احنا بزمن الموبايل يطلع ويصور الموبايل بهيك وضع، هذا ما يصير. احترام العلم العراقي، احترام السيادة، هذا الشيء اتمنى يوصل للمسؤول، ومو فقط في هذه الساحة، في العديد من الساحات وضع العلم العراقي غير لائق. هذا العلم اللي حمل نعوش آلاف الشهداء اللي ضحوا للعراق عبر العقود الماضية، معارك الإرهاب ومن أجل تحرير الأراضي العراقية. فالرحمة لكل شهداء العراق، ونبدأ على بركة الله أولى حلقات برنامج الشارع والناس، وحياك الله.